ازيكم يا اصحابي بالقناه دوتا كروشيه. انا دوتا بتحب. اهلا بيكم في قناه دوتا كروشيه، انا نانسي، والنهارده هنعمل مع بعض الشال ده. في الاول احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، سنه جديده 2022 ان شاء الله تبقى سنه لذيذه علينا كلنا، وكل واحد نفسه في حاجه يحققها. الفيديو ده هينزل لكم النهارده يوم 2/1، اول فيديو في السنه. حبيت اعمل شال مستطيل بغرزة بسيطة تكرار سطرين. الغرز بتاعته اللي هنشتغل بيها طول السطرين عمود باتنين لفة وعمود امامي بس كده. اشتغلت بابرة 3.5، طبعا مقاس الابرة حسب مقاس الخيط. انا الخيط بتاعي متوسط السمك مايل للرفع، يعني هو هيمالايا، والهيمالايا ما بيبقاش تخين. تشتغلوا على الإبرة حسب على الخيط حسب الإبرة اللي تيجي معاكم. أنا ممكن أشتغل بإبرة 4 كمان، بس أنا بحب أشتغل بإبرة 3.5. وقبل ما نبدأ مع بعض، ياريت لو لسه مش تشتركوا، لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، فعلوا زر الجرس وشير كتير عشان يوصل لأكبر عدد. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنعملها عقدة البداية بالشكل ده. بعد كده نبتدي نرتفع 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 بالشكل ده. بعد كده هنرجع تاني لأول سلسلة عملناها وعمل منزلقة، يبقى كده عملنا عندنا دايرة هنشتغل فيها. هنرتفع 4 سلاسل، 3 4 بالشكل ده. بعد كده هنبتدي نعمل 7 عواميد باتنين لفة. هنلف لفتين ونخش جوه الدايرة، نسحب الخيط، يبقى معانا 1 2 3 4. نسحب من حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده. تاني 2 حلقة، نخش جوه الدايرة، نسحب الخيط، يبقى معانا 1 2 3 4 4 لفات. نسحب من اول حلقتين، بعد كده حلقتين تاني، بعد كده اخر حلقتين بالشكل ده. هنعمل 7 عواميد كده. انا عملت 1 2 3 3 4 5 6 7 بالشكل ده. احنا عملنا 7 عواميد باتنين لفة مع اول 4 سلاسل، يبقى كده 8 عواميد. بعد كده هنرتفع سلسلة بعد كده نبدأ تاني نعمل 8 عواميد باتنين لفة عمود 2 بالشكل ده لغاية ما خلص 8 عواميد بالشكل ده. اهو كده يبقى معانا 16 عمود. هنبتدي السطر الجديد، هنرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4 بالشكل ده. وهنلف الشغل ال4 سلاسل دول ارتفاع عمود باتنين لفة. بعد كده هنزود 1 2 3، هنعمل 3 سلاسل تاني دول فراغ، وهنتخطى اول عمود اللي هو احنا عملنا فوقيه العمود باتنين لفة. هنيجي لتاني عمود نلف لفة واحدة ونعمل عمود امامي، هنيجي كده من قدام ونخش في العمود، نسحب الخيط ونعمل نطلع من لفتين،
نطلع من حلقتين بالشكل ده تاني. هنعمل عمود امامي بالشكل ده تاني، كده عملنا 3 عواميد. هنكمل بقية العواميد اللي موجودة بالشكل ده. عملت 7 عواميد. طبعا اول عمود عاملة فيه عمود اللي هو فيه الـ4 سلاسل اللي هو عمود 2 لفة. بعد كده جينا هنا عند السلسلة اللي احنا عملناها، هنعمل فوق السلسلة دي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 بالشكل ده. بعد كده هنبدأ تاني نعمل عمود امامي. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، خامس عمود، كده 1 2 3 4 5 6 7 بالشكل ده. عملنا 7 عواميد التانيين. هنرتفع 3 سلاسل زي ما هنا ما عملناهم اهمت. بعد كده هنيجي في فوق الـ4 سلاسل بتوع السطر اللي قبليه، هنعمل عمود بـ2 لفة. هنخش في 4 سلسلة بالشكل ده، نطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين. ده شكل اول سطرين معانا، شكله حلو قوي. هنبتدي بعد كده السطر اللي ورا، هنبتدي ونعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4 بالشكل ده. بعد كده هنلف الشغل ونيجي نعمل في الـ3 سلاسل اللي قدامنا دول 7 عواميد بـ2 لفة. بأول 4 سلاسل يبقى 8، هنعمل 2 لفة كده عمود، اتنين، تلاتة بالشكل ده لغاية ما كملهم 8 عواميد. بالشكل ده انا عملت 7 عواميد زائد اول 4 سلاسل يبقى 8 عواميد. هنا بقى الخطوة اللي بعديها، هنا عندنا 7 عواميد لو احنا عملنا فيهم 7 العمود الامامي. هنيجي نتخطى عمود 2 3، وفي الرابع اللي هو العمود اللي في النص هيبقى عندنا 3 عواميد و3 عواميد. نيجي في العمود اللي في الرابع نعمل غرزة حشو بالشكل ده. بعد كده هنروح على طول للـ5 سلاسل دول، هنعمل فيهم 7 عواميد بـ2 لفة عمود، نطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين، 2 3 4 بالشكل ده لغاية ما نكملهم 7 عواميد. بالشكل ده عملت 7 عواميد بـ2 لفة. هرتفع سلسلة واحدة وأكرر تاني في نفس الـ5 سلاسل 7 عواميد تاني، عمود، 2 3 بالشكل ده. هخلص 7 عواميد بالشكل ده. كده يبقى عملنا في الـ5 سلاسل دول 14 عمود، 7 عمود لوحديهم ما بينهم بعد كده سلسلة، وبعد كده 7 عمود. بعد كده هنروح تاني نعد في الـ7 سلاسل دول الغرزة الرابعة، 1 2 3 4، ونعمل غرزة حشو زي بداية السطر الناحية التانية. بعد كده هنيجي هنا هنعمل 8 عواميد بـ2 لفة بتوعنا بالشكل ده، عمود،
اتنين، تلاتة. بالشكل ده انا عملت سبع عواميد، والعمود الثامن هنعمله فوق الاربع حلقات، حلقة اتنين كده اربعة، هنخش في السلسلة الرابعة ونعمل فيها عمود باتنين لفة اهو بالشكل ده معانا. بعد كده هنبتدي في السطر الرابع، هنرتفع اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، ونلف الشغل. وبعد كده نرتفع تلات سلاسل، الاربع سلاسل بتوع العمود اتنين لفة والتلاتة مسافة. بعد كده هنلف الابرة ونخش نعمل عمود امامي في السبع عواميد دول، عمود امامي عمود امامي بالشكل ده لغاية ما نخلص العواميد اللي قدامنا. بالشكل ده خلصت السبع عواميد. هيقابلنا غرزة الحشو، هنعمل فوقيها تلات سلاسل. بعد كده هنيجي للعواميد اللي قدامنا دي، سبع عواميد هنعمل فوقيها عمود امامي، كل عمود فوقيه عمود امامي بالشكل ده. بالشكل ده عملت سبع عواميد امامي. هنيجي للسلسلة نعمل فوقيها خمس سلاسل بالشكل ده. وبعد كده نبدأ تاني نعمل سبع عواميد امامي فوق العواميد، عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بالشكل ده. بعد كده هنرتفع فوق الغرزة الحشو تلات سلاسل. وبعد كده نبدأ نعمل العواميد الأمامية زي بداية السطر بالشكل ده. أنا عملت سبع عواميد أمامي، فاضل آخر عمود هرتفع فوقي تلات سلاسل زي بداية أول السطر، وهاجي في رابع سلسلة أعمل عمود باتنين حلقة باتنين لفة اهو بالشكل ده معانا. عايزة اقول لكم شكله حلو قوي. بالشكل ده. وبعد كده هنبتدي السطر اتنين اهوت، هنرتفع اربع سلاسل كده. احنا بنبتدي مع بعض السطر الخامس، هو سطرين وبنكررهم، وطبعا بنعمل التزايد. عملنا الاربع سلاسل اللي هما ارتفاع العمود باتنين لفة، هنعمل هنا اهوت زي السطر التالت بالظبط، سبع عواميد باتنين لفة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اهو بالشكل ده. وهاجي هنا في السبع عواميد زي ما عملنا في السطر التالي، هنيجي هنا
نعد 1 2 3 وفي الرابعة نعمل غرزة حشو. بعد كده هنيجي في الثلاث سلاسل اللي احنا عملناهم فوق غرزة الحشو ده التزايد بتاعنا، هنعمل فيهم 7 عمود باتنين لفة بالشكل ده. ادي اول عمود، هكمل ال7 عواميد وارجع لكم بالشكل ده. بعد كده قدامنا تاني العواميد الامامية، هنعد 1 2 3 4 ونيجي في الرابع نعمل غرزة حشو. انا ليه بعمل في الرابع؟ عشان يبقى 3 عواميد و3 عواميد والرابع ده اللي في النص. بعد كده وصلت هنا للخمس سلاسل، هنا بقى هنعمل 14 عمود وما بين كل 7 عواميد سلسلة زي السطر التالت معانا. ادي اول عمود، اتنين عمود بالشكل ده لغاية ما نخلص 14 عمود وما بين 7 و7 سلسلة واحدة. بالشكل ده خلصت معاكم 14 عمود 7 و7 وما بينهم سلسلة زي ما احنا شايفين. بعد كده هنيجي هنا ل7 عواميد الأمامية، هنعد 1 2 3 4 ونعمل حشو. بعد كده هنيجي هنا نعمل 7 عواميد باتنين لفة زي الخطوة اللي احنا عملناها في اول السطر، هخلصها وارجع لكم بالشكل ده. عملت 7 عواميد باتنين لفة. بعد كده تاني احنا كده بنكرر، يعني كده خلاص غالبا حفظنا التكرار بتاعنا. بنعمل امتى العواميد باتنين لفة، وبنعمل امتى العمود الامامي، وامتى بنعمل غرزة الحشو فوق العواميد الامامية. هنعد 1 2 3 4 ونعمل غرزة الحشو، ونيجي هنا هوت نعمل ال8 عواميد بتوعنا اللي احنا بدينا بيهم اهوت اول السطر، هنهي بيهم برضو السطر. ورجعت تاني معاكم واحنا هنفضل نرتفع بسطول لغاية ما نوصل لمقاس الشال اللي احنا محتاجينه. ده الشكل معانا، هما سطرين وبيتكرروا اهو. الشال كله بيعتمد على العمود باتنين لفة والعمود الامامي. وكده يبقى خلصنا الورشة بتاعت النهاردة. هي ورشة صغيرة معلش، بس هو الوقت عندي ضيق الايام دي. كل سنة وانتوا طيبين. فلو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.